طيب خلينا بقى ننتقل الى الجانب الاخر عشان نقدر نتكلم اكتر عن ارقام بعض اللاعبين اللي حضراتكم يعني مجهزينهم. خليني ابدا بدكتور احمد ثابت وارقام بواتينج. بواتينج طبعا احنا اتكلمنا عليه ان هو الثغره الاساسيه في دفاع البايرن ميونخ. طبعا هو مدافع كبير برضه يعني، بس هو عنده مشكلته في البطء. اولا السن كمان 32 سنه، طوله 1.90 سنتي، لعب 17 مباراه، سجل هدف وصنع هدف، ارقامه على مستوى التمريرات وعامل 1100 تمريره، كسب الالتحامات 31 من 44، وده رقم برضه يعتبر يعني جيد، مش وحش. استخلاص الكوره 108 في ملعب الخصم 20، قطع التمريرات 95 مره، نسبه دقه تمريراته 90%. دي برضو ارقامه بتاكد ان هو مقدم اداء كويس وصنع هدف واحرز هدف على المستوى الهجومي، ولكن زي ما قلنا ان هو ثغره دفاعيه واضحه في دفاع البايرن، بالذات في حته البطء والتمريرات الطوليه اللي بتتلعب في ظهره. نعم. كريم ألابا. ألابا طبعا اعتقد في وجهه نظري هو مساك افضل بكتير من بواتينج في حته ان هو كان صغير ايسر زي ما قلت، وبالتالي مهاره التمرير عنده افضل بكتير. ألابا ثانيه واحده الارقام بتاعته. ألابا واحد من المدافعين المتميزين، انا دايما بحب اللاعب اللي بيلعب بدماغه اكتر من اي لا وحتى كمان هو متوظف مش مكانه الاصلي طبعا، توظيفه طبعا زي ايمن اشرف تقريبا. بالظبط، هو كوبي وبيست من ايمن اشرف في حته اثنين، بتجيب الباك الشمال بتلعبه مساك. طبعا بنتكلم على ألابا 28 سنه وبالتالي لعيب اصغر واحد فيهم في المدافعين. لا هو ثاني اصغر واحد بعد سول 25 سنه. التمريرات عنده عاليه جدا 87% بسبب ان هو كان ظهير ايسر سابق، بيعمل لعب 18 مباراه احرز هدفين، ده معدل جيد بالنسبه لمدافع مش مطلوب منه حتى ان هو يحط اهداف. قطع تمريرات من الخصم 105، وبالتالي هو ذكي جدا وما بيعملش فاولات كتيره، واستخلص الكوره 112 مره، منهم 14 في ملعب الخصم، وبالتالي بيورينا قد ايه ان ألابا عنده قدره في التغطيه، بيرجع بسرعه. والالتحامات الهوائيه عنده رقم مميز من 46 التحام هوائي، كسب منهم 28، رقم كبير بيورينا كمان الدور اللي عامله معاه جوارديولا لما كان مدير فني لبايرن ميونخ. جوارديولا كسب 4 النهارده. رزقه. حقه. ماشي. شكلك مانشستراوي. طيب خلينا نروح لمارتينيز. طبعا مارتينيز 32 سنة اسباني. لعب 10 مباريات، ما بيلعبش كتير هو في حتة المساكين يعني الأساسي بواتينج وألابا. عمل 216 تمريرة بنسبة دقة 92%. كورته حلوة جدا خفير مارتينيز. قطع التمريرات 29 تمريرة، استخلص الكورة 25 مرة، منهم 7 في ملعب الخصم. هذه الأرقام قدامنا على الشاشة. وطبعا هو أسباني وعنده 32 سنة، هو يعتبر المدافع المساك يعتبر الرابع في الفرقة بعد سول كمان. نعم. طيب آخر سول معنا سول، وبالتالي سول هو أصغر واحد فيهم 25 سنة، لعيب طويل جدا 195 سنتي، ولكن بطيء جدا، حركته تقيلة، وبالتالي واحد من برضه نقط الضعف اذا حد فكر انه يلعب الكرات الطوليه في ظهره لو بدا المباراه. نعم بالظبط. تمريراته صحيحه، عمل 92% من تمريراته صحيحه. ما هو ألابا اللي جنبه بالظبط. واحرز هدف واحد، ولعب 12 مباراه مع بايرن السنه دي، قطع تمريرات 54 واحده، واستخلص الكوره 74 مره، منهم 14 فقط من ملعب الخصم، وبالتالي بنشوف ارقامه اقل من ديفيد ألابا، وده بسبب فارق الخبره ما بين الاثنين. التحامات الهوائيه دخل في 29 التحام هوائي، كسب منهم 16 بس، وبالتالي رقم جيد. بس تاني هو اهم مدافع في بايرن ميونخ هو ديفيد ألابا. طيب دي كانت ارقام كل اللاعبين المتواجدين او 4 من اللاعبين المتواجدين في بايرن ميونخ.